على ذكر بقى محمد سامي، محمد سامي من الناس اللي دايما بتتكلم عنك وبحبك جدا. طبعاً انا سمعت ان محمد سامي قال لك بعد المسلسل ده كفايه شر بقى، قال لك كفايه شر ولازم تلعب حاجه مختلفه تماما، حاجه لن يتوقع المشاهد العربي ان ايه ده، ده ماجد المصري يعمل ده ازاي يعني يعمل ده. فده هنا بقى التحدي، وانك تنجح في ده كمان. وقلت له فعلا انت عندك حق. افهم من كده ممكن نشوفك انت وسامي قريب؟ ان شاء الله، يا رب يا رب. طبعا طبعا، يعني سامي ده اصله عشره العمر، والشغل مع محمد سامي مختلف، والنجاح معاه كمان بيبقى قوي قوي بجد بامانه. تابعت جعفر العمده؟ جدا. ايه رايك بقى في جعفر العمده السنه؟ هو عارف انا كلمته كتير طبعا، وكلمت رمضان وباركت له طبعا، واحمد فهيم كلمته وباركت له. يعني لا، المسلسل غير طبيعي، مسلسل حلو قوي، مسلسل مسلي وجميل وقوي، وكل الممثلين اللي موجودين طالعين من المسلسل نجوم. كل واخد حق، يعني كله اخد حقه، عصام السقا اخد حقه، احمد فهيم اخد حقه، كله منذر، احمد عبد الله، الدكتور، يعني كله. لو كنت مثلت في جعفر العمدة او كان ليك دور في جعفر العمدة، كنت تحب تبقى تعمل دور مين؟ لا ولا دور. وانت حبيبهم كده زي ما هم؟ لا، هم ان قوي في الشخصيات دي. اصل لو كان في دور هيناسبني كان محمد سامي على طول كلمني. عارفه ازاي؟ يعني عشان العب مع محمد رمضان، لو هلعب شر، يعني لو هلعب شر برضو برجع للشر، مش عارف ليه. مش فايدة، لازم شر. ماش، كانش هيبقى الدور اللي عمله منذر، مع احترامي طبعا له، منذر فنان كبير وعمل دور هايل، بس انا محتاج لعب اكتر من كده كتير. عارفة ازاي؟ اكيد. فمحمد لو كان في دور هيناسبني مليون في المية كان كلمني. لا انا طبعا فعلا، ومحمد عنده حق فعلا، لازم العب حاجة بعيدة عن الشر بقى ان شاء الله.